الحالة التعليمية بسوريا حاليا ما بيخفى على حدا، أكثر من 3 ملايين طفل سوري هن خارج التعليم لأي سبب كان، هن عم يشتغلوا حاليا، عم يحاولوا يدوروا على قوت يومهم لحتى هن يقدروا يعيشوا، ولكن المنتدى السوري بيآمن بأهمية عودة هدول 3 ملايين طفل سوري للمدارس، عم نبدأ بالخطوات لحتى نقدر بالأيام فعلا يرجعوا كل هدول الأطفال للمدارس. اليوم عم نفتتح هون بمدينة قباسين مدرسة عبد الباسط الساروت يلي هي رح تكون للفئة الابتدائية للأطفال، أيضا من أسبوعين تم افتتاح مدرسة 15 آذار بمدرسة بمدينة أخترين، وعم يتم حاليا كمان افتتاح خيم صفية بمخيمات مدينة عفرين لحتى الأطفال اللي هن موجودين ضمن المخيمات يقدروا أيضا يلتحقوا بالتعليم. هذه المدرسة تقع في الجهة الغربية من مدينة قباسين، في هذه المنطقة الغربية لا يوجد أي بناء مدرسي، لذلك كان هناك حاجة ماسة لهذا البناء. عدد الطلاب المستفيدين من هذه المدرسة بحدود 600 طالب. المدرسة مكونة من 6 غرف صفية، غرفة معلمين وغرفة إدارة. مدرسة الشهيد عبد الباسط الساروت هي مدرسة رسمية تابعة للتعليم العام ولمديرية التربية في مدينة قباسين، وإن شاء الله في الأيام القادمة والسنوات القادمة سيتم توسيع هذا البناء ليضم 6 غرف صفية بجانب البناء الحالي وطابق ثاني إن شاء الله. سبب تسمية الشهيد عبد الباسط هو لتخليد سردية وقصة ثورتنا المباركة، وأن نصنع رموزا جديدة لثورتنا المباركة كي يتذكر هذا الجيل لماذا ضحى الجيل الأول من الثورة، وأن نستمر في صمودنا، وأن التعليم هو أول أدوات الصمود في وجه هذه المنظومة، منظومة الظلم والاستبداد والجهل.